نشرة الأخبار من قناة النبأ، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. السراج يدعو إلى التهدئة بصبراتة، وعمار ينتقد تأخر الرئاسي المقترح في وقف الاقتتال بالمدينة. تحليق طيران حربي مجهول الهوية ليلة السبت فوق مدينة درنة لأكثر من ساعة. لجنة الصياغة الموحدة تباشر دراسة المادة الثامنة من اتفاق صخيرات وموضوع الدستور. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أكدت الكتيبة 48 مشاة وقف إطلاق النار من جهتهم إلا في حالات الدفاع عن النفس، امتثالا لطلب رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج بالتهدئة وحقن الدماء في صبراتة. وصرح المتحدث باسم الكتيبة وليد الزريق للنبأ الأحد أنهم على الرغم من عدم صدور تعليمات واضحة بوقف إطلاق النار، إلا أنهم ملتزمون حتى الآن بضبط النفس في انتظار التزام الطرف الآخر بالتهدئة. ونقل الزريق عن لجان المصالحة التي اجتمعت بالرئاسية السبت تأكيدها أن لجنة لتقصي الحقائق تابعة للمجلس الرئاسي المقترح ستصل إلى صبراتة لاستماع إلى أطراف النزاع، مؤكدا انسحابهم من المناطق الأثرية تجنبا للاشتباكات داخلها. دعا رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج إلى التهدئة وحقن الدماء في صبراتة وتجنيب تعرض المواطنين لأي مخاطر أو المساس بممتلكاتهم. وقال السراج في بيان له السبت أن الصراع سيعطي الفرصة لما وصفها بالمجموعات الخارجة عن القانون لإشعال نار الفتنة بين أهل المدينة والمناطق المختلفة وأجهزته الأمنية والعسكرية. كما شدد السراج على أنه لن يسمح بمثل هذا الصراع بأي شكل من الأشكال، مضيفا أن البلاد لن تبقى أسيرة للفوضى وفق نص البيان. من جهته دعا عضو المجلس الرئاسي محمد عماري إلى وقف القتال في صبراتة والجلوس لحل الخلافات والتصالح وعودة التشكيلات المسلحة إلى مقراتها. وانتقد عماري في بيان نشره على صفحته بفيسبوك تأخر المجلس الرئاسي المقترح بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وإتباعه الطرفان المتقاتلان في إصدار قرار بوقف إطلاق النار ومعاقبة المعتدين، مشيرا إلى أن تدخل أطراف من خارج المدينة زاد في تأزيم الوضع. كما طالب عماري الحرس الرئاسي التابع للحكومة المقترحة بالتدخل فورا للفصل بين المتقاتلين وحماية المنشآت الحيوية، حثا وزارة الصحة ووزارة الحكم المحلي على تقديم الخدمات الضرورية للمدينة. نشد عضو المجلس الليبي الأمريكي للشؤون العامة عماد الدين زهري المنتصر المحكمة الجنائية الدولية نجدة ليبيا وصبراتة خاصة. وطالب زهري المنتصر في رسالة وجهها للمدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة، طالب المجتمع الدولي بضرورة تحذير المشاركين في القتال داخل صبراتة من مغبة التعرض للمعالم الأثرية، داعيا إياهم إلى التحقيق فيما لحق بها من تخريب. وشدد زهري على أن المدينة قد لا تصمد كثيرا أمام ما وصفه بالهجوم البشع، محذرا من أن التحرك البطيء قد يتسبب في إلحاق أذى قد لا تتعافى منه ليبيا إلا بعد زمن. أعلن الهلال الأحمر بصبراتة بلوغ عدد العائلات النازحة من المدينة 150 جراء الاشتباكات الأخيرة. ودعت جمعية الهلال الأحمر السبت جميع الأسر النازحة إلى التواصل مع فريق الإغاثة التابع لهم، مؤكدة لجوءها إلى المركز الصحي لإعداد كشوفات وإحصاءات كقاعدة بيانات تقدم أثرها المساعدة للأسر النازحة. كما شددت الجمعية على ضرورة الإسراع في التسجيل لتوفير كل ما يحتاجه النازحون من سلات غذائية ومواد تنظيف وفرش أرضية وغيرها. استعنا بالمساجد في المدينة، استعنا بالإخوة اللي نازحين، اللي جينا نازح طبعا بيكونوا في جيراننا حتى هم نازحين، فكنا نحاول ان احنا نبلغوه بانه هو يبلغ جيراننا اللي نزحوا انهم يجوا يسجلوا.
حتى يتم تسجيل النازحين في أسرع وقت، لأن احنا إن شاء الله عندنا وعود من جهات معينة بتحاول تدعمنا بالمساعدات الإنسانية من مواد غذائية ومفروشات وملبسة. أهم حاجة في حال هذه اللي هي معدات الإسعافات الأولية، يمكن في تكون عائلة انصابت ولا حاجة عن طريق الخطأ، وثاني شيء اللي هي سيارة إسعاف مجهزة. احنا صراحة عندنا سيارة واحدة نتحركوا بها اللي هي سيارة عادية جدا ما فيهاش أي معدات إسعافات أولية أو سيفتي، وطالب الجهات بمساندتنا في الحالة هذه. ومعنا عبر الهاتف من مدينة الزاوية رئيس رابطة علماء ليبيا الشيخ الدكتور عمر مولود. بداية أهلا بك فضيلة الشيخ عبر قناة النبأ. قناة النبأ ومرحب العاملين فيها. أهلا بك فضيلة الشيخ، هل من رسالة توجهها إلى طرفي النزاع خاصة بعد فشل 6 محاولات للصلح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. هذه الدعوة إلى إصلاح الحال وإلى إيقاف الاقتتال الواقع بين المؤمنين، بين الإخوة المؤمنين، دعوة صريحة لا خفاء فيها. والمؤمن يجب أن تكون هذه الأوامر الإلهية واجبة التنفيذ، وعليه أن يبادر إلى تنفيذ قول الله تعالى: فأصلحوا بينهما. وقد تنادى جميع مدن وجميع الهيئات إلى هذا الأمر، فجاءت إلى موقع الاقتتال وموقع الفتنة، واحدة أن توقف هذا الدم السائل وإلى هذا وإيقاف هذا النزف الذي لا حدود له، فلم تفلح. لكنني أدعو أهل الخير، أهل الفكر والرأي وأهل الدين أن يستمروا في نضالهم ودعوتهم إلى إيقاف الاقتتال. وقد جاءني مجموعة من صبراته يسألوني، فنصحتهم بأن يجمعوا كل من عندهم من النساء والرجال والأطفال الكبار والصغار ليقفوا بين الصفين المتقاتلين، ووقوفهم هو موقف تدعو إليه الشريعة. نعم. لأن بقاءهم متفرجين لا يجوز أبدا. فضيلة الشيخ، نعم. ما تعليقك على الفتوى الصادرة عن لجنة الإفتاء بالمنطقة الشرقية بشأن اعتبار القتال في صبرات قتالا للخوارج كما جاء في نص الفتوى؟ هذه دعوة لا أؤيدها. نعم. وإنها دعوة لم تعرف حقيقة ما يجري في البلاد، إنها دعوة إلى مزيد من اشتعال النار ومن الاقتتال. هذه دعوة في الواقع نأمل أن يتراجع القائلون بها والذين أصدروها إلى تحكيم شرع الله تحكيما سليما، وهم بعيدون عن الموقع وبعيدون عن معرفة الحقيقة. فلو أنهم جاءوا إلى المنطقة واجتمعوا بالجهتين فإنهم سيعرفون أن هذه الفتوى ربما جانبها الصواب، وإنني أدعوهم إلى أن يبدلوا فتواهم السابقة بفتوى جديدة تدعو إلى إيقاف الدم وإلى تحكيم شرع الله وإلى تحكيم الجهات المسؤولة عن القيام بواجبها في مثل هذه الأمور. و الدولة تأخرت كثيرا عن القيام بواجبها، وإن كل المنصفين يلومون أجهزة الدولة المختلفة
فالمفروض في رئيس الدولة والمفروض في الجهات المتعددة أن تكون في الميدان وأن تقف بين الطرفين لإيقاف استمرار القتال خوفا من تجدد الصراع الدموي الذي لا حدود له ولا نهاية له. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمكن المسؤولين من معرفة دورهم ليقوموا به على الوجه الصحيح، فأرواحهم ليست أعز من أرواح من انتقلوا إلى رحمة الله في هذا الصدام. نعم رئيس نعم فضيلة الشيخ رئيس رابطة علماء ليبيا الشيخ الدكتور عمر مولود كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. أفاد مصدر من درنة لنبأ بتحليق طيران حربي مجهول ليلة السبت فوق المدينة استمر لأكثر من ساعة، وأضاف المصدر إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الطيران قد شن غارات جوية على درنة أو محيطها. هذا وتشهد مدينة درنة بين الحين والآخر تحليق طيران حربي مجهول فوق المدينة، إضافة إلى قصف جوي من قبل الطائرات التابعة لميليشيات الكرامة على مواقع داخل وخارج المدينة. منعت ميليشيات الكرامة الجمعة دخول العائلات العالقة على منفذ كرسي لمدينة درنة منذ أيام عدة، وأفادت مصادر متطابقة من مدينة درنة بمحاولة ميليشيات الكرامة المغلقة لمنفذ كرسي طرد النساء والأطفال والشيوخ الذين ينتظرون في مسجد المنطقة منذ 3 أيام فتح المنفذ للعودة إلى بيوتهم. وأكدت المصادر أن بعض سكان ساحل كرسي وقفوا مع العالقين ورفضوا طردهم من المسجد على ردات الميليشيات لهم وتعديهم عليهم وعلى أهل درنة العالقين بالمنفذ. ومن جهته قال ناطق باسم مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها محمد المنصوري السبت إن الأوضاع الميدانية حول المدينة تشهد هدوءا على الرغم من زيادة الأكوام الترابية على منافذ المدينة لمنع مرور السيارات. وأكد المنصوري في اتصال مع النبأ أن ميليشيات الكرامة التي تحاصر المدينة تستعين بخبراء أجانب لرصد قوات المجلس وتجديد الحصار على المدينة، نافيا أي تحشيد للقوات المحاصرة على المحاور المختلفة. كما استنكر المنصوري اعتداء ميليشيات الكرامة على العائلات العالقة بمنفذ كرسي غربي المدينة منذ عدة أيام. تستمر لليوم السادس جلسات لجنة الصياغة الموحدة بين مجلس النواب ومجلس الدولة المنبثق عن اتفاق الصخيرات في مقر البعثة الأممية في تونس. وأفادت البعثة في منشور لها السبت بمباشرة أعضاء اللجنة دراسة المادة 8 من اتفاق الصخيرات إضافة إلى موضوع الدستور. ومن المنتظر أن يعقد رؤساء لجان الحوار مؤتمرا صحفيا اليوم بحضور المبعوث الأممي غسان سلامة لتقديم إيجاز عن المرحلة الأولى للمحادثات. كان مراسل النبأ في تونس نفى ما راج من أخبار بشأن طلب البعثة تمديد اجتماعات تونس، مؤكدا توصل اللجنتين إلى اتفاق غير نهائي لفصل الرئاسي عن رئاسة الوزراء بصلاحيات متوازنة. النشرة مستمرة وفيها بعد قليل. في اليوم العالمي للقهوة نرصد تاريخ اكتشافها وطرق إعدادها. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. قدمت دار الإفتاء تعازيها لأهالي بني وليد في وفاة الشيخين عبد الله أنطاط وخميس سباقة ومرافقيهما موسى الضبع وعادل بن جديرية أثناء عودتهم من رحلة للإصلاح بين البشاشية والزندان. أكدت الدار في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي السبت أن أعضاء الوفد قتلوا غيلة وغدرا بعد الرحلة المذكورة، داعية المسؤولين في البلاد إلى تحمل مسؤولياتهم وعدم السكوت عن جرائم القتل والاغتيال والخطف، ومطالبة في الوقت ذاته الأجهزة النيابية والأمنية بالكشف عن الجناة ومن يمولهم من ورائهم وفق البيان.
كما نعى حزب الوطن عضوي المجلس الأعلى لقبائل ورفلة ومرافقيهما الذين اغتيلوا الجمعة عقب عودتهم من مهمة للصلح بين قبيلتي المشاشية والقنطرار. الحزب وصف في بيان له السبت حصلت النبع على نسخة منه شيوخ بني وليد ورفقيهما بسفراء السلام الذين اغتالتهم يد الغدر الآثمة وهم في طريقهم للصلح بين ذات البين. وأكد الحزب في بيانه دعمه لجهود رجال المصالحة في كافة ربوع البلاد داعيا إياهم إلى الاستمرار والمضي قدما في نهج المصالحة الوطنية باعتباره واجبا من أجل الحفاظ على وحدة البلاد وفق نص البيان. هذا وأكدت وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة مباشرتها التحقيقات في واقعة الاعتداء على الشيخين سباقة وانطاط ومرافقيهما من رجال الأمن تابعين لوزارة الداخلية بمدينة مزدة. كما دانت الوزارة في بيان نشرته السبت على موقعها بفيسبوك: دانت الاعتداء على الشيخين ومرافقيهما أثناء عودتهم من اجتماع للمصالحة بمدينة مزدة، مشيرة إلى أنها تواصل جهودها لنشر الأمن بكافة ربوع ليبيا وفق نص البيان. أصدرت منظمة التضامن لحقوق الإنسان تقريرا يعرض أعداد حالات العنف التي وقعت في ليبيا خلال الأشهر الثمانية الأولى لهذه السنة. الزميل محمد العجمي والتفاصيل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تقرير مفصل يشرح عدد ضحايا عمليات العنف منذ مطلع يناير إلى آخر أغسطس من هذا العام وفق منظمة التضامن لحقوق الإنسان. 531 ضحية جراء حوادث عنف وقعت في مدن مختلفة من ليبيا، الغالبية العظمى من هؤلاء كانوا مدنيين حيث بلغ عددهم 408 أي ما نسبته 77%. أما نسبة ضحايا حوادث الخطف فقد بلغت 55% من إجمالي هذه الحالات، في حين كانت نسبة ضحايا إطلاق النار العشوائي 5% فقط. وإذا ما تطرقنا إلى جغرافيا هذه الحوادث فسنجد 57% منها وقعت في المنطقة الشرقية من ليبيا و 25 منها وقعت بالمنطقة الغربية، في حين بلغت نسبة وقوعها في المنطقة الجنوبية 18%. 93% من إجمالي هذه الجرائم وقعت في 8 مدن حيث توزعت نسبة 7% على 24 مدينة وبلدة. كانت مدينة جدابية ومنطقة الهلال النفطي تصدرتا القائمة بنحو 130 ضحية، منهم 21 من ضحايا جرائم خطف وقعت في مارس الماضي أثناء حملة اعتقالات شنتها ميليشيات الكرامة بالمنطقة، وتأتي سبها في المرتبة الثانية ب 93 ضحية، منهم 71 جراء جرائم قتل وقعت في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بينما تحل مدينة بنغازي في المرتبة الثالثة ب83 ضحية، نصفهم نتيجة جرائم اغتيال، في حين رصدت المنظمة 34 ضحية في بلدة سلوق، منهم 30 نتيجة جرائم اغتيال، وواحدة منها أودت بحياة الشيخ من قبيلة العواقير بريك اللواطي. وإلى منطقة ورشفانة غرب ليبيا حيث وثق التقرير 65 ضحية، منهم 58 جراء جرائم الخطف، 236 شخصا أي 45% تقريبا من الضحايا أصبحوا مغيبين تماما لينضموا إلى قائمة الاختفاء القسري، بينما لقي 149 ضحية مسرعهم أي 28% تقريبا. دعا وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي إلى حماية الحدود الليبية الجنوبية عادا إياها نقطة حاسمة في مكافحة ما وصفه بالإرهاب. وحذر مينيتي وفق التلفزيون الإيطالي الرسمي من عودة آلاف المقاتلين من تنظيم الدولة الأجانب إلى أوروبا من خلال البحر المتوسط عبر جنوب ليبيا. كما أوضح وزير الداخلية الإيطالي أن تقديراتهم تتوافق والتقديرات الأوروبية التي تفيد بوجود ما بين 25 ألفا إلى 30 ألفا من المقاتلين وفق قوله.
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية السبت تقديم 60 مليون يورو إلى ليبيا وتونس كمساعدات للمساهمة في ضبط تدفق المهاجرين غير الشرعيين. وحثت الوزارة في بيان لها المنظمات غير الحكومية الإيطالية القادرة على العمل في مناطق الأزمات على تقديم مساهمة مهنية بالتنسيق مع السلطات الليبية والمنظمات غير الحكومية الليبية. وأكد البيان عمل الوزارة لتسريع عودة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومكتب المنظمة الدولية للهجرة إلى ليبيا. وأعلنت شركة ألبريغا لتسويق النفط إطلاق خطة لتزويد مناطق الجنوب بالوقود. أكدت الشركة في بيان نشر على صفحتها بفيسبوك الأحد عقدها اتفاقا مع حكماء وأعيان وعمداء بلديات بعض مناطق الجنوب، إضافة إلى المنطقة العسكرية بمصراتة والجهات الأمنية الأخرى، يقضي بتأمين سائقي الشاحنات حتى وصولهم إلى نقاط التوزيع في الجنوب. وأوضحت الشركة إن إجمالي ما وزعته الأحد يقدر ب 910,000 لتر من البنزين و 250,000 لتر من وقود الديزل على مناطق هون وسوكنا والفقهة والفرجان. يحتفي العالم في الأول من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للقهوة أو الأميرة السوداء كما يسميها البعض. التقرير التالي يرصد لنا إحدى الروايات التاريخية عن أول من اكتشف القهوة وطريقة اكتشافها. على الرغم من الشكوك حول المصدر الأول لحبوب البن، إلا أن أغلب المؤرخين يؤكدون أن أوائل المستخدمين الذين جعلوا من القهوة مشروبا اجتماعيا وعادة منتظمة هم أهل اليمن بدءا من القرن الخامس عشر. ومن بين القصص التي تروى في اليمن قصة راعي غنم لاحظ أن خروفا لديه أصبح نشيطا وبدأ يتحرك كثيرا بعد أن تناول نوعا من الحبوب التي كانت في أحد السهول. وبعد فترة من الزمن بدأ أهل اليمن يصنعون شرابا من حبوب البن المكتشفة على درجة حرارة عالية سرعان ما سميت القهوة. واستعملت القهوة آنذاك من قبل الصوفيين الذين يحرصون على السهر ليلا لإقامة صلواتهم، وكانت القهوة تنشط دهنهم على الدوام. وبحسب روايات فإن القهوة انتقلت شمالا نحو بلاد الحجاز ودخلت في تقاليد الشعوب التي عاشت هناك، ومن ثم وصلت إلى القاهرة التي كانت أكبر مركزا للسكان في ذلك الوقت. ومن القاهرة انتقلت إلى اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية في ذلك الوقت عن طريق تاجرين من بلاد الشام، يقال إن أحدهما من دمشق يدعى حكيم والثاني من حلب واسمه شمس. ومن تركيا سافرت القهوة إلى لندن عام 1652 وسرعان ما باتت مشروبا يتعاطاه أغلب الناس في العالم. يذكر أن القهوة شبهت بالخمر وسميت بذلك لأنها تقهي شاربها عن الطعام، أي تذهب شهوته. وعندما يتعلق الأمر بالحصول على جرعة يومية من الكافيين فإن الخيارات عديدة جدا وللقهوة أنواع مختلفة، ومنها الإسبريسو قهوة سوداء قوية تصنع بآلة خاصة، الكابتشينو وهو مزيج متساو من القهوة والحليب المبخر والحليب المخفوق. أما القهوة العربية التي تمتاز بعدة مذاقات ونكهات بحسب البلد والعادات التي نشأ عليها تاريخ القهوة فيه، وما يميزها حبات الهيل، إلا أن بعض البلدان العربية تستخدم حبات القهوة الخضراء وليست المحمصة. القهوة التركية هي بسيطة ومكونة من الماء والبن، يضاف إليهما أحيانا القرفة والقرنفل، وفي ليبيا يضاف إليها الكسبر أو حب الهيل. ومن وقتها تطورت القهوة واختلفت أنواعها بعد إدخال الحليب عليها، فأصبحنا نعرف أسماء أخرى للقهوة كالموكا واللاتيه والكريمة والإسبريسو والنص نص وغيرها الكثير. ختام النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
السراج يدعو إلى تهدئة بصبراتة وعمري، ينتقد تأخر الرئاسي المقترح في وقف الاقتتال بالمدينة. تحليق طيران حربي مجهول الهوية ليلة السبت فوق مدينة درنة لأكثر من ساعة. لجنة الصياغة الموحدة تباشر دراسة المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات وموضوع الدستور. في اليوم العالمي للقهوة نرصد تاريخ اكتشافها وطرق إعدادها. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء. We'll be right back.